عبر أثير راديو صوت لبنان أستراليا ومنبر المواسم نرفع تحية للشاعر الدكتور جورج نقول الحج في عرين الكلمة الواعية. ومن ملبون أستراليا نحيي كل الذين يقاومون بكلمة الحق من أجل كرامة الإنسان وعزه في هذا العالم، ولهم ولكل ناسنا في الوطن والمغتربات نقول: مهما كان النفق طويلا ومظلما فثمة ضوء في نهايته، وإيام الفرح ووقفات العز قد تكبو لكنها دائما تعود إلى التألق، ودائما نرى في مجاهل الجاهلية من تمتد قامته، من يزرع جبينه في الشمس، من يؤمن بأرضه وتراثه وحضارة فكره. هذا المن نراه في الكلمة الواعية بنت البطولة المؤمنة، في الصوت الهادر من وجع الناس وآلامهم، من جبل، من وطن، من بلاد الأرز والزيتون والصنوبر، من كروم العزة والكرامة، ومن عنا، من هون، من لبنان الإشعاع اللي كان ورح يضل تاريخه تاريخ اتصال مش انفصال. هذا العطاء الكلي هو من الحق الكلي والجمال الكلي، من رسالة نظر نفسه لها الفنان الكبير إبراهيم سالم، موال شروقي كلمات الشاعر دكتور جورج الحج مع إبراهيم سالم. من جبالنا أفزي على سابع السماء، من جبالنا أفزي على سابع السماء، وعائسنا اسود العرين بتنسمى، وسيوفنا بالمعركة بتضوي نجوم، وحلواتنا بتزلغط بأرض الحماية، والحب عنا مع
عشعش بقلب الكروم والفلسفي بتفهم علينا بالومايا زرعنا مجد لبناننا فوق الغيوم والشعر إلنا والعلوم منفهمها ومهما علينا هالدني شتت هموم منصبر عليها وبالنهاية إنما يا ومهما علينا هالدنيا هالدني شتت هموم منصبر عليها مفتوح ورحوم لكن إذا الأرض المسدود يالها من غرق العالم بطوفان الدماء ومهما علينا هالدني شتت هموم منصبر عليها وبالنهاية إنما قلبنا للحب مفتوح ورحوم مفتوح ورحوم لكن إذا الأرض المسدود يالها من غرق العالم بطوفان الدماء
صباح الخير، صباح الخير والخيرات. سمعتك، سمعتك مرة واثنين. تخيلت حولي أني إنسان تاني عم بسمع، هل عم يسمعوا على الإذاعة، وحطيت الشرقية. صدقني كان لها طعمة بتختلف تماما عن هي ذاتها، بس كان لها طعمة بالنسبة لي أنا. كان لها هيك شموخ وعز وكرامة ما بعرف ايش كيف بدي اوصف الشعور. طبعي مثل ما قلت لك، تخيلت حولي انا انسان تاني عم بسمع. يعني كتير بشكرك، كتير 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 بشكرك. كانت لفتة صادقة ومحبة وعظيمة منك انت، الله يخليك، بشكرك. بعد تسجيل هالشروقية اللي بعثت لي اياها وإذاعتها، فكان هذا التعليق الصوتي من المطرب العزيز إبراهيم سالم، بعث لي اياها هلا وراح ابعث لك اياها انا، تتعرف قديش الكلمة اللي هي كلمة قديش هي مهمة، لأنه بطال مطارح الوجع والألم عند الناس اللي متشوقة كثير 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 حتى تسمع الكلمة اللي هي كلمة. ويسعد مساك وصباح الخير من ملبون.